معسلات رمضان بريوات بدون قلي ولا ورقة بسطيلة، حضريهم دفعة واحدة بلا مجهود ولا كثرة الوقوف. أسهل ما يمكن توجدي رمضان بطريقة مختصرة بشكل جديد وبحشوة جد اقتصادية. لهذا سيدتي تبعي معي الفيديو من الأول حتى الآخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة ما تنسوناش من اللي لايك للتشجيع فقط وبالبارتاج فضلا وليس امرا باش تعم فائدة على الجميع. ومرحبا و 100,000 مرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة صورية. وكالعادة قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونبداو بركتيله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. اول حاجة او اول مرحلة كنقوم بها في هذه الوصفة وهي الكاوكاو. عندي هنايا 500 غرام الكاوكاو او نصف كيلو ديال الكاوكاو اي الفول السوداني اللي تيكون محيدلو كنقتنيو ونحيدلو القشرة ديالو من الاول. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا 500 غرام الكاوكاو اللي ما غاديش نقليها في الزيت، اكيد غادي نحمرها في الفران. قبل ما ندخلها الفران تحمر غادي ندير لها واحد ملعقه كبيره من الزيت باش كتجيني بحال اللي راها مقليه وكتجي التحميره ديالها رائعه جدا. كنوضع اللاطه ديالي في الفرن وكنخلي الكاوكاو ديالي يتحمر على مال، يعني كنقص المتوسط وكنرد معاه البال مره مره كنقلبه وكنخليه يتحمر ليا حتى كيعطيني داك اللون الذهبي. ملي نحصل على اللون الذهبي كنخرجو من الفرن، لان ملي كنخرجو الكاوكاو من الفرن عاد كيزيد يعطي اللون ديالو، يعني ما نخليوش حتى ياخذ اللون اللي بغينا، نخليوه يعني غير كيذهب لينا كنخرجوه كيبقى شاد في داك السخونيه هي اللي كتكمل له التحميره ديالو. من بعد كناخذ هنايا عندي الدقيق، تقريبا عندي هنايا 600 غرام ديال الدقيق اي ما يعادل 6 الكؤوس من عبر كاس ديال العنبه من الدقيق ديال الحلويات. عندي هنايا علبه ديال ياغورت اي دانون مسوس، علبه واحده ديال ياغورت مسوس، وبنفس العلبه كنعبر العبر ديال الزيت، يعني بنفس العلبه كنفرغ له العلبه الاولى ديال ياغورت كنعبر فيها العبر ديال الزيت، كذلك كنعبر فيها العبر ديال ماء الزهر. عبره ديال الزيت وعبره ديال ماء الزهر بالكاس ديال ياغورت. كندير هنايا واحد نص معلقه من الملح، ثم كنمزج المكونات كلهم، يعني كنمزج داك ماء الزهر مع ياغورت مع الزيت مزيان مزيان وكنحاول ندخلو في الدقيق مزيان مزيان. كيف ما كتشاهدوا معايا نتمنى الصوره تكون واضحه والشرح كذلك اوضح. كنحاول نجمع الكل جيدا، ثم كنضيف هنايا واحد الشاصيه ديال الخميره ديال الحلويات، ما كنديرش خميره معجونه، خميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما ضفت الخميره عندي هنايا كاس من عبر كاس ديال ياغورت كذلك او كاس من عبر كاس ديال العنبه غير مملوء جيدا من الماء من الصنبور، يعني الماء من الصنبور ما يكونش دافئ، يعني الماء عادي بارد. كنحاول نضيف داك الكاس ديال الماء غير بالتدريج، ما كنديروش دفعه واحده، كنبقى نضيفه بالتدريج وانا كنجمع العجين، ثم كندلكها غير واحد الدلكه اللي تكون خفيفه. مجرد ما كنجمع العجين وكندلكها واحد الدلكه خفيفه كنمر الان باش نقطعها ل 8 ديال الكويرات، 8 ديال القطع. انا غادي نقطعها من بعد غادي نشكلها على 8. انا دابا خرجت منها تقريبا 7 ولكن غنقص من هذه ومن هذه باش نحصل على 8 ديال الكويرات كيف ما كتشاهدوا معايا. وضروري هاد الكويرات يكونوا حجم واحد، يعني بلا ميزان غير عينك ميزانك سيداتي. كناخذ واحد اللاطه وكنرشها بشويه ديال كنرشاش بالدقيق من النشا وكنغطي عليها بواحد بلاستيك ونخليها تقريبا واحد ربع ساعه او 15 دقيقه حتى ترتاح ليا العجين. في هاد الاثناء هادي ملي كنخلي العجين ديالي يرتاح الكاوكاو ديالي راه وجد وراه تحمر، خرجته وخليته حتى يدفى باش ما نديروش في الطحانه يكون سخون، وكذلك غادي نخسر الطحانه بطبيعه الحال. غنخليه حتى يدفى ليا ماشي يبرد تماما، حتى يدفى ليا مهم هاد المرحله باش منين نبغي نطحنو يطلق ليا داك الزيت ديالو، الزيت ديال الكاوكاو، يعني خصني نطحنو ما كيجينيش مهروش وما نديروش معلك ما بين وبين في الوسط، يعني منين نطحنو منين نبغي نجمعو بيديا يتجمع ليا. عندي هنايا تقريبا واحد جوج حتى ثلاثة ديال المعالق ديال الزبده اللي ذوبتها، معلقه ديال المربى او ملعقه ديال العسل اللي متوفر عندكم، ملعقه من ماء الزهر، واحد ملعقه كبيره من السكر الخشن اي سنيده. عندي هنايا معلقه صغيره ديال القرفه باش نسمو بها، ممكن نديرو حتى النافع او حبه حلاوه مطحونين. عندي هنايا الزنجلان اللي حمرته من قبل، تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الزنجلان، وانتم لكم الاختيار، ممكن تزيدوا كميه الزنجلان او تكتفيوا غير ب 3 ديال المعالق
كبار، زنجلة متاع بالحال حمرتو من قبل. كنخلط الكل جيدا، وهاد الحشوه كتجي لذيذه لذيذه وجد اقتصاديه وفي متناول الجميع. بالنسبه للناس اللي غيسولوني الا بغاو يديروا اللوز وعندهم الامكانيات، ممكن يخلطوا ما بين اللوز والكاوكاو او يديروا غير اللوز. بعد ما كنجمع الحشوه ديالي كنوضعها جانبا، كنمر الان العجين ديالي اللي خليته تقريبا 15 دقيقه حتى ارتاحت ليا باش نبغي نشكلها تكون عاط يعني الطوع. ترش فوق سطح العمل بالنشا ماشي بالدقيق، ما كنستعملوش الدقيق نهائيا. كنبغيو نطلقوا هذا العجين كنديروا النشا، كنحتاج تقريبا في هاد الوصفه كلها هي 100 غرام ديال النشا. كنديرها في واحد الصفايه او في واحد الشبيكه باش كنرشها باش كتجيني سهله. كنحاول نطلق داك 8 ديال الكويرات كلهم بالنشا ونطلقهم بحجم واحد، يعني ما نحتاجش نطلقهم رقاق رقاق بزاف يعني حتى نكبرهم، غير يكونوا بحجم واحد باش ما يجينيش هاد الكويرات، لانني ملي كنطلقهم كندير وحده فوق وحده، وفيما بغي نحط الثانيه كندير واحد الكميه لا باس بها من النشا. ملي كنطلق داك 8 الكويرات وما بيناتهم تيكون واحد الكميه لا باس بها من النشا، كنحاول نطلق هاد العجين ديالي يعني دفعه واحده، يعني 8 ديال القطع ديال العجين وحده فوق وحده. بعد ما طلقتهم وبيناتهم النشا كنحاول نطلقها بشكل مستطيل او بشكل مربع باش تساعدني ملي نبغي نشكل البريوه ديالي. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نطلقها تكون رقيقه رقيقه مزيان، يعني نحاول نرقق العجين قدر الامكان، وداك العجين ديالي ملي كنرققو تيعطيني يعني واحد التوريقه رائعه جدا لهاد البريوات، كاننا مستعنين بالورق ديال بسطيله. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا السينيه ديالي كنوضعها فوق العجين بعد ما طلقته باش ناخذ العرض او الطول، على حسب بغيت نديرو بالعرض او بالطول. ناخذ العرض او الطول العبر ديال لي غول اللي غادي ندير باش نشكل بهم بريوات. كنقطع داك الزائد اللي كيكون في الجوانب، انا خديت بالعرض يعني غادي نشكلهم بالعرض. خديت العبر ديال اللاطا او السينيه اللي غادي نخدم بها، ثم كندهنها مزيان مزيان بالزبده اللي ذوبتها من قبل. الزبده دائبه اي زبده، ممكن انا استعملت ديال العلب او ديرو ديال التوريق. كندهن داك اللاطا ديالي مزيان مزيان وكنمر الان باش نشكل داك الحريبلات اللي غنشكل منهم بريوات. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ الحشوه اللي كتكون يعني كي كنشكلها كتبقى ما تكونش كتفتت لينا باش ما تصعبش علينا ملي نبغيو نشكلوا واحد الحربول تقريبا شبه حربول يجينا ساهل جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول ناخذ داك الحشوه وكنضغط عليها مزيان مزيان باش تشكل ليا. بالنسبه للحشوه لكم الاختيار، ممكن تضعفوا هذه الكميه او تكتفيوا غير بهذا القدر هذا على حسب الحجم ديال البريوات اللي بغيتو. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما شكلت هذا الحربول بالحشوه كناخذ الطرف ديال العجين كله هو وغير برفق. انا ما سرعتش الفيديو باش تمكنوا من هذه العمليه، غير برفق وما كنلويش دوره كامله، يعني كنفتلو غير شويه غير الربع عليها باش تمسك ليا العجين بلا ما نحتاج نلصقها ببيض البيض او بالماء. على العموم هذه الحاشيه اللي كتكون في الاسفل هي اللي غنوضع في الاسفل ديال اللاطا. كناخذ سكين او جراره او القطعه ديال البيتزا وكنقطع بها داك الزائد كيف ما كتشاهدوا معايا، وبلا ما نلصقها كيف ما كتشاهدوا غير كنضغط بشويه بشويه غير برفق، لان العجين ديالنا راها طريه ورقيقه يعني رققناها قدر الامكان. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نقادها، وغادي نجيب اكيد اللاطه ديالي وغادي نوضعها فيها بعد ما دهنتها بطبيعه الحال من شويه ديال الزبده، يعني ضروري ما ندهنوا اللاطه ديالنا او الاناء او اللاطه اللي غنوضعوا في الفرن بالزبده. كنوضع هاد الحربول ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا، وغادي نحاول نضغط بالاصبع ديالي باش نشكلو على شكل يكون مسطح، ما يجيش مبومبي يجي مسطح كيف ما كتشاهدوا معايا. بهاد الطريقه هادي راها ساهله وممكن تحضريها سيداتي بلا عوين، يعني بلا داك بريوات نحتاجو الورقه او نبقاو نشكلو حبه بحبه، كتجي هاد الطريقه ساهله جدا. وبالنسبه للعجين ديال البريوات اللي دابا خدمنا بهم بريوات، هذا هو العجين اللي كنحضروا به بحلاوه او بقلاوه، درجتها معكم يعني في السنه الماضيه كندرجتها في بحلاوه اللي كتجي يعني كنديروها في لاطا وكتجينا مربعه. هذه هي العجينه ديالها، العجينه المنزليه ديال البحلاوه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول بنفس الطريقه كنلف العجين وكنلف غير لفه صغيره، يعني ما كنلفهاش كلها لفه صغيره، وكنضغط بيديا وكناخذ الجراره كيف ما قلت لكم او السكين او اي قطعه ونقطع بها، وراها كتماسك ليا يعني خص الحشوه اللي غنديروا الكاوكاو تجينا شويه شبه معلكه، ما تكونش يعني ناشفه باش ما تعذبناش ملي نبغيو نلفوا هذا الحربول. كنوضعها في الجنب ديال الحصه الاولى اللي حطيت
وما لاصقهمش، يعني ما نلاقيهمش، نخلي بيناتهم واحد الفرق او واحد الاسباس اللي هو بسيط كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره، لان ملي غندخلوا للفران باقا غادي يضعف الحجم ديالها، لاننا في العجين درنا الخميره ديال الحلويات. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما كملت الحصص كلهما، يعني شكلت انايا عطاوني 7 ديال الحرابل، وشات ليا واحد شويه ديال العجين داك الزوائد اللي كنت حيت في الجوانب. كنشكل هنا 7 ديال الحرابل وكنضغط عليهم في السطح بيدي مزيان مزيان، يعني باش يعطيوني نفس السطح، يعني ما تكونش وحده مبومبيه وحده يعني مسطحه. كناخذ هنا السكين، ضروري ما ناخذ هنا السكين اللي يكون ماضي ويكون يعني الحافه ديالو حاده، يعني ما يكونش فيه سنينات باش ما يشرط ليناش او ما يجر ليناش العجين، يكون غير حاد والحافه ديالو تكون يعني داك الراس ديالو يكون رقيق. كيف ما كتشاهدوا معايا كنشكل، كنقطع على شكل ابريوات كيف ما يمكن لكم تقطعوهم، الا درتو حريبلات رقاقين ممكن تشكلوهم حتى سيجار، علاش لا، وانتم لكم الاختيار. كيف ما كتشاهدوا معايا كنشكل بهذه الطريقه، وانتم غتقطعوا بالحجم اللي بغيتوا، يعني بالحجم ديال البريوات اللي موالفين ديرهم، وهذا هو الحجم اللي كيبان ليا انا على ما اظن، هذا هو الحجم الطبيعي والمثالي، وكيجيو حلوين، يعني ما يكونوش كبار وما يكونوش عاوتاني صغار، هذا الحجم المتوسط. وانتم كيف ما كنقول لكم دائما لكم الاختيار. انا غادي نكملها كيف ما كتشاهدوا معايا في التقطاع غير برفق، يعني كندخلوا السكين وكنقطعوا مزيان مزيان حتى نحسوا بالسكين دخل اللاطه الداخل، يعني حتى تقطع ليا العجين اللي كتكون الداخل. على العموم هما ما كيتلاصقوش ملي كيطيبوا، تيبقاو مقطعين كيف ما هما. كناخذ هنايا الزبده ديالي وكندهن بها مزيان مزيان، ونحاول ندهن داك الجوانب وداك الشقيقات اللي قطعت بهم مزيان مزيان، كندهن بواحد البانسو. الزبده ديالي هنايا درت غير ديال العلب، ممكن ديروا حيوانيه او الزبده ديال التوريق. فهاد الاثناء درت الفرن ديالي يسخن على درجه 180، يعني الفران خصو يكون ساخن مزيان مزيان. الفرن ديالي كيكون سخون، كندخل اللاطه، مجرد ما كندخل اللاطه كنقص تقريبا للصفر، ما بين المتوسط والصفر. مده ديال الطهي الزمنيه ديال الطهي ديالها كتراوح ما بين 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه، يعني الفران كيكون ناقص بزاف بزاف. كنوضع اللاطه ديالي الفوق حتى كتحمر ليا من الاسفل، وكنهبطها لتحت كتحمر ليا، وكنخرجها مباشره. ما كنخرجها ملي تكون باقه سخونه، كنكون موجده القطر ديالي. القطر يعني عباره عن جوج كيسان ديال سنيده، جوج كيسان ديال الماء، واحد الشريحه ديال الحامض او الليمون، واحد ملعقه ديال الماء الزهر اللي كنخليهم حتى كيغلاو ليا على نار مهيله، حتى كيتقالوا كيتبدل اللون ديالهم، وكنوضعهم في الثلاجه يبردوا، باش ملي كنخرج اللاطه ديالي وكتكون هي سخونه كنسقي بها مباشره باش كتشرب ليا. مجرد ما كنسقيها كنرجعها للفرن اللي طفيت عليه، يعني ملي نرجعها للفران كل فران طافي عليه، كنرجعها للفران وهو طافي حتى كتبرد ليا، يعني داك الفران كيبرد ليا عاد كنخرجها للتقديم. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما بريوات ديالنا او بديل بريوات، بدون قلي، بدون زيت، بدون ورقه بسطيله. وحضريهم سيداتي دفعه واحده ولا كثره الوقوف، اسهل ما يمكن توجدي رمضان بطريقه مختصره وبشكل جديد وبحشوه جد اقتصاديه، كيجيو مقرمشين وشاربين القطر، ممكن تستعملوا حتى العسل الا متوفر عندكم. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجيو مقرمشين ومرقين من ألد ما يكون، صدقيني سيداتي غادي تجربيهم وغادي تشكريني عليهم. يعني كنحضروا بريوات دفعه واحده بدون زيت وبدون ورق بسطيله. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من لي لايك للتشجيع فقط وبالبارطاج كالعاده فضلا وليس امرا. وشكرا لكم متابعه، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصويريه، والى لقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.